السلام عليكم طلاب الصف الثاني المتوسط. نكمل حل موضوع تطابق المثلثات. الجزء الثاني راح نتعرف على الحالة الثانية من حالات تطابق المثلثات. الحالة الثانية لتطابق المثلثات هي الحالة الثانية. يتطابق المثلثان إذا طابق ضلعان والزاوية المحددة بهما، ضلعان والزاوية المحددة بهما بين قوسين المحصورة بينهما، الزاوية المحصورة بين الضلعين المحصورة بينهما من الأول نظائرها من الثاني، من الأول من المثلث الأول نظائرها من المثلث الثاني، نظائرها من المثلث الثاني، وتكتب اختصارا بهذا الشكل بين قوسين ضلع زاوية ضلع، معناها أن الزاوية تكون بوسط الضلعين محصورة بين الضلعين أو محددة بهما. لاحظ هاي الفكرة البسيطة، ثم بالأمثلة إن شاء الله أوضح كل الملاحظات الثانية. لاحظ الشكل المجاور. راح نرسم الشكل الهندسي ليوضح أن هذه الحالة. هذا المثلث الأول بهذا الترتيب. أركز على أكثر أمثلة مثلثات مختلفة الأضلاع حتى الطالب تصير عند العملية واضحة بهذا الشكل. المثلث الأول بالحروف، اسم المثلث A B C، هذا المثلث الأول. الضلع الأول AB، الضلع الثاني هذا، وهذه الزاوية رقم واحد من المثلث الأول. مثلث آخر بالأسفل نفس الوضع بهذا الترتيب. هذا هو المثلث الآخر بهذا الشكل. هذا بالنسبة للمثلث الثاني. هذه الزاوية رقم 2. الضلع هنا اسمه أي دار. الأضلاع هنا بهذا الترتيب، هذا الضلع الأول مع هذا الضلع، وهذا الضلع اللي خطين عليه نحط بهذا الشكل. فكرة السؤال، لاحظ الشكل المجاور، برهن أن المثلث أي بي سي ينطبق على المثلث بهذا الترتيب. الملاحظات الأولى، الحل السؤال سيكون الجواب بالشكل التالي: المثلثان، نذكر أسماء المثلثين، المثلث الأول A B C، المثلث الثاني فيهما. ما هي العناصر المتوفرة في المثلثين الأول والثاني؟ الضلع الأول A B يساوي الضلع الثاني بهذا الشكل، الضلع الآخر AC يساوي الضلع الآخر أيضا بهذا الترتيب، صار عندنا ضلعين.
الزاوية رقم واحد تساوي الزاوية رقم اثنين. قياس حرف أم هالشكل، قياس زاوية واحد يساوي قياس زاوية اثنين. من الشكل الهندسي نفسه. إذن المثلث الأول، إذن استنتج من عدا، إذن المثلث ABC ينطبق على المثلث الثاني بهذا. نذكر السبب الحالة الثانية. هنا يكتب الطالب يتطابق المثلثان إذا طابق ضلعان والزاوية المحددة بهما والزاوية المحددة بهما من المثلث الأول، من المثلث الأول نظائرها من المثلث الثاني، نظائرها من المثلث الثاني وهو المطلوب وهو ما تم التوصل إليه. بهذا الشكل يكون الجواب النموذجي لهذا الموضوع. هذه الفكرة الحالة الثانية. بهذا الفكر بعدين أطبقها على شكل الأمثلة، الطالب راح يصير عنده عملية واضحة من خلال رؤيته للمعلومات المتوفرة في السؤال. الحالة الثالثة، الحالة رقم ثلاثة، يتطابق المثلثان، يتطابق المثلثان إذا طابقت، إذا طابقت زاويتان، زاويتان والضلع المحدد بهما، والضلع الواصل بينهما، والضلع الواصل بينهما من المثلث الأول، من المثلث الأول نظائرها من المثلث الثاني، نظائرها من المثلث الثاني. بهذا الشكل النص، الرمز اللي موجود بهذا الترتيب زاوية زاوية ضلع. زاويتان والضلع الواصل بينهما وليس أي ضلع آخر. أيضا نأخذ مثال توضيحي بالنسبة لهذا الفكرة. في الشكل المجاور، في الشكل المجاور أوضح هنا هذا الموضوع. أيضا نفس الفكرة هنا السابقة، أرسم بالبداية هذا هو المثلث الأول، اسم المثلث ABC، فيه هذا الضلع اللي اسمه AB، وهنا عندنا الزاوية رقم واحد، وهنا الزاوية رقم اثنين، وهذا الضلع الواصل بيناتهم. لاحظ هذا هو الضلع الواصل بين الزاويتين بهذا الترتيب. ومثلث آخر بهذا الشكل. بالتمارين أخذ أمثلة مشتركات أوضح بها كل القواعد. هذا هو المثلث الثاني، العناصر الموجودة فيهما المثلث الثاني، اسم المثلث أولا، الزاوية واحد
تساوي الزاوية رقم 3 والزاوية 2 تساوي الزاوية رقم 4، بها خطين بهذا الشكل للتمييز، وهذا طلع الواصل بينهما. بهذا الشكل، الشكل المجاور برهن أن أثبت أن أي لفظة صحيحة، أثبت أن المثلث أي بي سي ينطبق على المثلث الآخر بهذا الترتيب كما في المعلومات المتوفرة في السؤال. الجواب ما نرح يكون بهذا الشكل، الحل SOL المثلثان اي بي سي والمثلث الاخر اي داش بي داش سي فيهما نحدد المعلومات. الطالب مخير اما يبدا بالضلع او يبدا بالزاويتين، جدا صحيح. قياس زاويه واحد، قياس زاويه واحد من المثلث الاول مع نظيرتها زاويه ثلاثه يساوي قياس زاويه ثلاثه. قياس زاوية 2 مع الزاوية نظيرتها اللي هي زاوية 4، قياس زاوية 2 تساوي قياس زاوية 4. معلومة القياس لا. طول الضلع اي بي، لاحظ شو نستخدم الرموز بنفس الوقت، يساوي طول الضلع اي داش بي داش. صار عندي زاويتين وضلع واصل بينهما، أي أنها الحالة الثالثة. إذن المثلث الأول ABC ينطبق على المثلث الثاني بهذا الشكل. حالة التطابق هي الحالة الثالثة، يتطابق المثلثان إذا طابقت زاويتان، إذا طابقت زاويتان والضلع الواصل بينهما، والضلع الواصل بينهما من الأول، بينهما من الأول أو من المثلث الأول، من المثلث الأول نظائرها من المثلث الثاني، نظائرها من المثلث الثاني وهو المطلوب. ملاحظة، هذه الألفاظ تكتب كاملة وليس بالاختصارات بهذا الشكل حتى الطالب يتعود على المفاهيم الهندسية. هذه من الحالة الثانية، هذه هي الحالة الثالثة. نجمعهم في مثال آخر وتوضيح أي حالة نحتاجها. لاحظ المثال التالي، الطالب هنا هو راح يحدد من خلال المعلومات المتوفرة في السؤال واللي راح نسميها المعطيات. المعلومات المتوفرة في السؤال تسمى المعطيات. لاحظ الشكل التالي، لاحظ الشكل المجاور. هذا السؤال راح ارسمه ايضا ووضح المحلية المعلومات. أطلب من الطالب أن يطابق مثلثين بهذا الترتيب، شكل هندسي بسيط بهذا الترتيب. لاحظ الضلع الأول هو هذا، الضلع الثاني بهذا الشكل، المعلومات المتوفرة في السؤال هي الضلع الأول اسمه أي بي وهذا ضلع اسمه CD، نقطة التقاطع اللي تكن اسمها O بهذا الشكل، هذا ضلع وهذا ضلع بهذا الترتيب.
الشكل المجاور AB يساوي CD، عملية مساواة. 2 AB يوازي CD، برهن أن المثلث الأول اللي اسمه ABO ينطبق على المثلث الثاني CDO بهذا الشكل. في السؤال أعطيت علاقة توازي ربط مع المواضيع الأولى وعلاقة مساواة من مفاهيم هذا الموضوع، والمطلوب أن المثلث الأول ينطبق على المثلث الثاني بحسب الحالات الأولى والثانية والثالثة التي درسناها واللي تحقق الشروط في هذا المثال. الحل السؤال من كل معلومة موجودة في السؤال نستنتج فد خاصية أو أشياء مفيدة. أولاً إذا كتبنا AB يساوي CD، أن هذا الضلع يساوي هذا الضلع، هذا ضلع من المثلث الأول يساوي ضلع من مثلث آخر، بقية المعلومات شلون نحصل عليها؟ نبدأ من العلاقة الثانية اللي هي علاقة اليوازي. من علاقة اليوازي بما أن AB يوازي CD أستنتج من الاستنتاج الأول قياس زاوية واحد يساوي قياس زاوية 2 بالتبادل، نحط بهذا الشكل. قياس زاوية 3 يساوي قياس زاوية 4 أيضا بالتبادل بهذا الشكل. انتهت علاقة التوازي، أرجع أحصل من المعلومة الثانية. الاستنتاج الأول بما أنه علاقة توازي، إذن قياس زاوية واحد يساوي قياس زاوية 2، أجاوب عليها. إذا قطع مستقيم، إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين متطابقتين أو متساويتين بالقياس بهذا الشكل. ثم ننتقل للزاوية الثانية، قياس زاوية 3 يساوي قياس زاوية 4. إذا فصلنا بين الكلام مالنا الهندسي بين الزاوية وزاوية أخرى نكتب نفس السبب، نفس السبب، ولا يجوز كتابة يوازي بهالشكل، يعني خطوط تحت بالأسفل. الأسباب الهندسية تكتب كاملة. ثانيا يمكن أن نجمع الزاوية الأولى مع الثانية والثالثة مع الرابعة بعلاقة مشتركة ونكتب سبب واحد، أيضا جواب صحيح في نفس الوقت. هسه علاقة توازي، حصلنا من أداء علاقة مساواة بين الزوايا. نتحدث عن المثلثين، المثلث هنا المثلثان AB O والمثلث الثاني CDO فيهما الزوايا متسابقة، نحتاج الضلع الأول AB يساوي لنا CD، ضلع من المثلث الأول مع ضلع من المثلث الثاني وزاويتين من المثلث الأول مع زاويتين من المثلث الثاني، إذا تمثل أدنى الحالة الثانية. نذكر هنا إذا المثلث ABO ينطبق على المثلث CDO، نذكر الحالة كاملة وليس بالاختصار. يتطابق المثلثان إذا طابقت زاويتان، لاحظ إذا طابقت زاويتان والضلع الواصل بينهما، والضلع الواصل بينهما من المثلث الأول مع نظائرها من المثلث الثاني،
وهو المطلوب، هو ما توصل تم التوصل إليه بهذا الشكل. هذه الفكرة اللي موجودة في هذا الموضوع، استفادينا وشفنا يا حال اللي نطبقها حسب احتياجاتنا أو المعلومات المتوفرة. نأخذ حالة ثانية. مثال آخر في نفس المجموعة من مجموعة التمارين، نعتبرها أمثلة. المعلومات البسيطة في الكتاب ما أتطرق لها، أتطرق إلى مواضيع مهمة وتعطي نتائج مفيدة على مستويات أعلى. في الشكل المجاور مثال آخر، الشكل المجاور المعلومات جاهزة بهذا الترتيب. لاحظ بهذا الشكل، هذا الترتيب. أضلاع المتبقية بهذا الشكل، هذا الضلع الآخر، في الشكل المجاور شكل هندسي آخر. المعلومات اللي موجودة هي هذا ضلع أي بي، هنا عندي نقطة سي، هنا عندي نقطة دي. هذا الضلع طوله 4 سنتيمتر، هذا الضلع الثاني 4 سنتيمتر معطى في الشكل الهندسي. هذه الزاوية رقم 1، هذه الزاوية رقم 2 عليها خطين بهذا الشكل، وطلب من عندي أن أطابق المثلثين في الشكل المجاور. برهن أن المثلث أي بي سي ينطبق على المثلث أي بي دي. أي بي دي، أراد الطالب أن يحل هذا السؤال بالشكل التالي. المعلومات المتوفرة في السؤال، الحل السؤال، لذا الطالب يفكر في حل المثال. ما هي المعلومات المتوفرة؟ أولا طول الضلع أي سي يساوي طول الضلع أي دي ويساوي لنا 4 سنتيمتر. الضلع الأول معلوم القياس، الضلع الثاني معلوم القياس، إذن الأضلاع متساوية بالقياس هنا بالطول. قياس زاوية 1، قياس زاوية 1 يساوي قياس زاوية 2، وأيضا عندنا زاويتين متساويتين بالقياس. بقية المعلومات يأخذها من الشكل الهندسي نفسه. نلاحظ هذا الضلع اللي اسمه أي بي ضلع مشترك بين المثلث الأول والمثلث الثاني، يكتب بهذا الشكل أي بي للمثلث الأول يساوي لنا أي بي للمثلث الضلع الثاني. شو اكتب عليه؟ ضلع مشترك، ضلع مشترك يساوي نفسه. فصار عندنا هنا ضلعين والزاوية المحددة بهما، كذلك ضلعين والزاوية المحددة بهما. لاحظ هذه فكرة الموضوع. إذا المثلث، المثلث رمز المثلث أي بي سي، المثلث اللي موجود هذا ينطبق على المثلث الثاني اللي اسمه أي بي دي. أي بي دي يا حالة من حالات التطابق هنا نذكرها. يتطابق المثلثان، يتطابق المثلثان إذا طابق ضلعان والزاوية المحددة بهما، والزاوية المحددة بهما من المثلث الأول، من المثلث الأول مع نظائرها من المثلث الثاني، مع نظائرها من المثلث الثاني، وهو ما تم التوصل إليه وهو المطلوب.
معنى الرموز المختصرة. هذه فكرة الموضوع وكيفية ربطها مع الحالات اللي درسناها. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.